ما حكم زيارة مزارات مكة دون قصد التبرك ولكن للمشاهدة؟ ما في مكة مزارات يا إخوان، هذا كذب، ما فيها مزارات مكة، ما فيها إلا المسجد الحرام والمشاعر وقت الحج، منى وعرفة ومزدلفة وقت الحج، وقت المناسك فقط، لا تزار بعد هذا، وليس فيها مزارات. هذا كذب، هذا كذب وشغل للناس، يخرجونهم من المسجد الحرام والاعتكاف فيه والصلاة فيه عن 100 صلاة، يخرجونهم يروحون بهم لجل يأخذون منهم دراهم، يأخذون منهم دراهم وجورات، يستثمرونهم والعياذ بالله، ويضلونهم، يستثمرونهم بالباطل ويضلونهم. ما في مكة مزارات يا إخوان، ما فيها مزارات أبدا، إلا منى وعرفة ومزدلفة وقت الحج فقط.